بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون ريفيو عن الليكويد ليبستيك بتاعت هدى بيوتي. دي الست كانت نازله ليب كونتور ست كده بتبقى فيها الاثنين دول ليكويد، اتنين ليكويد ليبستيك بالوان لونين مختلفين قريبين لبعض بس مختلفين، وليب لاينر على اساس ان انت تعملي بيهم تحديد اكتر للشفايف وامتلاء اكتر للشفايف عن طريق الخطوات اللي مكتوبه ورا بالطريقه دي. فانا يومها كنت عايزه اجرب الليكويد ليبستيك، ولما لقيتها عجبني ان هي فيها درجتين هقدر اجرب درجتين وليب لاينر، فتحمست ان انا اجيبها اكتر من ان انا اجيب كان واحد بس طويل وخلاص ولون واحد بس. مش عارفه حتى بتتباع دلوقتي ولا لا، لان كنت جايباها من فتره طويله. ده شكلهم من جوه عادي، الليب لاينر عادي سايز كامل يعني مش ترافل سايز. الدولت هما اللي ميني سايز اتنين صغيرين. الدرجات هما درجتين مختلفين بس ايه بانوا شويه قريبين لبعض، مش عارفه واضح ولا لا عندكم. زي ما انتوا شايفين كده هي الدرجتين كده، نيود على بينك او على طوبي شويه، دي غامقه ودي فاتحه، ودي نفس درجه دي. الليب لاينر هو نفس الدرجه بالظبط بتاعت الليكويد ليبستيك اللي هو ده. دي الدرجه دي الغامقه اسمها تروفي وايف، والفاتحه اسمها ميوز. شايفة مميزات الـ يعني الميزة بتاعت الأرواج بتاعت هدى بيوتي هي الثبات، ثابتة جدا 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 جدا. بتقعد فترة طويلة جدا مهما شربتي مهما كلتي، بتفضل قاعدة على الشفايف وثابتة. طبعا اي ليكويد ليبستيك لازم تبقي مرطبه ومقشره شفايفك قبلها، لانه بياخد شكل الشفايف كده، فلو في اي حاجه في شفايفك بتبان. في منها درجات كتير او مش كتير قوي، بس يعني عندهم كل الدرجات، عندهم النيود ده ونيود اللي هو على اورنج وبينك واحمر، عندهم كذا درجة. عيوبه بالنسبة لي هو انه محسوس على الشفايف، يعني انا وانا حطاه بحسه على شفايفي موجود. جربت لكم الليبستيك تانية يعني كمثال، مثلا زي بتاع سيفورا، ما كنتش بحس الاحساس ده. بتاع سيفورا بجد من احلى الليكويد ليبستيك اللي جربتها، ما بحسش ان انا حط حاجه على شفايفي، ساعات بنساه اصلا، خفيفه على الشفايف جدا. فلاحظت ان هدى بيوتي لا، محسوس على الشفايف. احيانا لما بقفل مثلا شفايفي على بعض واعمل كده بحس ان انا لا حاسه بيهم بيمسكوا في بعض سنه بسيطه قوي، يعني مش هقول برضو انه بيلبك قوي بس بحسهم على بعض، فبيعمل طبقه جامده. فده بالنسبه لي عيب. بشوف ان هو لا، لو في براند تاني ما فيهوش العيب ده يبقى افضل. لاينر بصراحه لا، الليب لاينر وهمي وهمي وهمي، من احلى الليب لاينر اللي انا جربتهم. كريمي ناعم 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 جدا على الشفايف، و سهل قوي ان انت تحطيه، وكمان مط في نفس الوقت. ممكن اصلا لدرجه ان انت ممكن تحطيه كله على شفايفك كامل من غير ما يعني بديل ده، يعني يبقى كانه روج من كتر ما هو ناعم، وتقدري ان انت تحطيه على شفايفك على طول ويرسم الخط مظبوط. لان الليب لاينر لما بيكون ناشف ما بتقدريش انت تحددي بيه كويس الشفايف، يقعد يقطع يتحرك منك، ده ما بيعملش كده. حلو جدا. دي الدرجة، هعمل لكم سواتش للدرجة. دي درجة اللي هي تروفي وايف. بصوا بيمشي ازاي، كريمي جدا جدا. ده برضو دي تروفي وايف برضو. طبعا مش محتاجة اتكلم عن البيجمنتيشن بتاعها، فظيع. هي درجه مش فاتحه قوي، يعني هي نيود بس مش فاتحه قوي. دي اللي هي ميوز، مش عارفه باينين عندكم بقى كده مظبوطين ولا لا. هي دي نيود، ودي اللي هي طوبي شويه، نيود برضو بس طوبي. من وجهه نظري شايفه ان هو دي لما بحطها لوحدها مش حلوه، بحس ان شفايفي فاتحه بزياده قوي ووشي باهت، ما حبيتهاش لوحدها بامانه. يمكن عايزه فول ميك اب او عايزه حد بشرته بيضاء قوي، وانا بحب لما اجيب ليبستيك اجيبه
احطه او ينفع ان انا احطه من غير ما احط فول ميك اب، لان انا ما بحبش الفول ميك اب، ما احطش ميك اب كتير، فبحب ان انا يبقى الالوان كده عندي، فما حبيتهاش قوي لوحدها. دي حلوه جدا لوحدها، رهيبه رهيبه جميله جدا. دمج بقى الاتنين مع بعض بيعمل لون تحفه تحفه تحفه، وخصوصا لما بحط دي الاول وبعد كده اقوم نقطتين صغيرين من دي وادمجها معاها، بيدي درجه ما بينهم هما الاثنين، بيطلع ميكس درجه فظيع ورهيب جدا. فحبيت بصراحه الفكره بتاعتهم، فكره الست اللي تعملي منها ميكس او كده، مش بس بقى عندي الدرجه دي والدرجه دي، لا كمان اقدر نعمل ميكس بينهم ويبقى عندي الدرجه اللي في النص ومحدد معاهم وكده، بيدي فعلا شكل الشفايف منفوخ ومتحدد زي الصورة هنا كده، بيدي شكل حلو جدا للشفايف. فهو ده كان الريفيو ورأيي فيها. بالنسبة لي شايفة ان هي مش رخيصة، غالية، فانت لو تقدري ان انت تجيبي اي براند تاني ليكويد ليبستيك يبقى احسن، يعني مش شايفة ان هي، يعني شايفة في حاجات كواليتي بتاعتها نفسها زي سيفورا مثلا وارخص، بالعكس سيفورا عندهم الوان اكتر بكتير. بس انا كنت عايزه اجرب حاجه جديده، يعني انا كنت بحب اجرب في الليبستيك بالذات انواع جديده، يعني عشان انا بحبه كده. وهو ده كان الريفيو بتاع النهارده، يا رب يكون فاتكم. عايزكم فيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه لو ما كنتوش اشتركتوا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار اول ما انزل فيديو على طول. وبس كده، باي باي.